ويمكن احنا اتكلمنا قبل كده وطالبنا من السيد الرئيس السيسي برد الاعتبار لبطل من ابطال حرب اكتوبر الرئيس الاسبق مبارك. هو الراجل ان كان اخطا في اخر 10 سنين من حكمه فالراجل اتحاكم جنائيا واتحاكم شعبيا، لكن في نفس الوقت له حق رد الاعتبار. احنا ردينا الاعتبار لسعد الشاذلي، ردينا الاعتبار لمحمد نجيب، لكن احنا مش مستنيين بعد عمر طويل للراجل ان يحصل له وفاه عشان نبدا. اذا كان لغايه دلوقتي احنا ما سحبناش الانواط والاوسمه من الجاسوس محمد مرسي، فاقل حاجه يتم رد اعتبار بيها ان احنا نذكر الراجل حتى في 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 البطولات بتاعه اكتوبر واعياد اكتوبر واعياد سينا. الراجل خان ولا حرض ولا خلى فيه دماء في الشارع ولا تمسك بالحكم، ولما لقى فيه دماء هتسال في الشارع المصري الراجل تنحى ما تمسكش بالحكم زي ما حصل في بلاد كتيره حوالينا. فاحنا يعني احنا بنوجه التحيه للرئيس مبارك ونقول له انت برضو كنت سبب من اسباب الحمايه للشعب المصري. صحيح احنا بنعاني نتيجه 10 سنين، لكن انت اتحاكمت وخدت عقابك، وما فيش حد بيتحاسب على 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 جرم مرتين. فالتاريخ حاسبه والشعب حاكمه، وفي نفس الوقت هو اتحاكم يعني قانونيا. احنا هنعمل فيه ايه من الراجل؟ هنوقفه في الشمس 24 ساعه؟ فاحنا برضو احنا من هذا ده حرص. احنا لا لنا مصالح مع اليمين ولا لنا مصالح مع الشمال. يعني كان السيد رئيس عمل افطار الاسره المصريه وكان خرج ببعض التصريحات. لو انتم شفتوا التصريحات اللي خرج بيها الرئيس السيسي خلال الفتره اللي فاتت دي، نادينا بيه، نادينا ان هيحصل في افتتاح لمشروعات قوميه. الرئيس حي الشعب المصري على صموده ووقفته وتحمله رشدة الإصلاح الاقتصادي. الرئيس يعني من ضمن تصريحات السيد رئيس الشكر للشعب المصري لتحمله إجراءات الإصلاح الاقتصادي الصعبة. السيد الرئيس